مساء الخير يا جماعة الخير من مطعم صبحي كابر بمصر اللي مشهور. هذا المطعم قالوا لي بتروح على مصر لازم تجرب الملوخية، مشهور بالشهقة، لما بصبوا الملوخية لازم الواحد يشهق. فأنا راح اسا طلبت الملوخية، راح أفرجيكم كيف حشقها. معاي هون نيفين، نيفين سمع المتابعين، نيفين الصحفي هيثم عبد الغني الله يخليك، أحمد ازيك يا احمد، عندنا كمان احمد، احلى ناس احلى ناس بمصر، تابعوا الملوخيه والشهقه. بصوا ازاي بحط الملوخيه، اشهق دي الشهقه المصريه. واو ميرسي ميرسي ميرسي، يا سلام. ملوخية مصرية، هنجرب دلوقتي الملوخية الخضراء المصرية. ملوخية الخضراء مزارع فين؟ مزارع صبحي. مزارع صبحي حلو جميل، هندوقها دلوقتي بعدين نقرر. تعال دوق معانا، تعال دوق معانا.